مرحبا بكم أصدقاء في فيديو جديد. هذا الفيديو سيكون عن كيفية تأكيد التوثيق في عملة BXR. قبل أن نبدأ أصدقائي، إذا كانت هذه أول زيارة لك للقناة، أدعوك للاشتراك وتفعيل خاصية الجرس كي تتوصل بكل جديد. تضغط هنا ثم تضغط على Account Geek. بعدها ستجد هنا Your account has been verified، أي تم توثيقه بنجاح. الآن الخطوة الموالية تنسخ هذا الـ ID الخاص بك. بعدها تذهب إلى تويتر الخاص بهم فتجد هذا المنشور، تقوم بالضغط على هذا الرابط، أيضا ستجده في صندوق الوصف. بعدها سيحولك إلى هذا الموقع. كل ما عليك هو أن تضع الـ ID الذي نسخته هنا، ثم ستظهر هنا جميع المعلومات الخاصة بك. إذا وجدت في التطبيق موثق وهنا غير موثق، فيجب عليك إعادة التوثيق. إذا وجدت هنا أنك تم قبولك في التوثيق وفي الموقع لم يتم قبولك، فيجب أن تأخذ النتيجة النهائية من الموقع، ثم يجب عليك أن تعيد إرسال المعلومات الخاصة بك من هنا، إما جواز السفر أو بطاقة الوطني. كان هذا كل شيء أصدقائي. إذا تم إضافة مزيد من التفاصيل سنعلمكم بذلك، وإذا كان لديكم أي استفسار اتركوه لي في التعليقات، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.